الكيان الصهيوني هو عدوان على النفس والعرض والمال والأرض. يجب أن يبقى هذا الكيان معزول منبوذ يشعر بأن وضعه شاذ بين دول العالم لا نعترف به. إياكم أن تكونوا ضمن المطبعين. صهيوني مرة مرة لا للتطبيع. الشعب المغربي لم ولن يكون جسرا للتطبيع مع العدو الصهيوني. Why not just talk? Talk to whom? Talk to the Israeli leaders. That's kind of conversation between the sword and the neck. Could I ask His Majesty what sequence of events he would like to see now in the Middle East? أول كل شيء زوال إسرائيل. إن صافحت يدهم أيدي صهاينة حسبي من الفخر أني ما مددت يدي. لن يغفر لكم ولن تغفر لكم الشعوب هذا الإجرام الذي صنعتموه وأنتم تمدون أيديكم لمن قتل أحلام الأطفال ولمن قتل أحلام الشباب. هذا علم الكيان الصهيوني أمامكم وفي مجلس العار. عاشت فلسطين، تعيش الثورة في فلسطين.